السلام عليكم. كنشكر جميع الصحافه اللي حضروا معنا اليوم في هذا اللقاء التواصلي ديال الموزعين مستودعين الغاز بالمغرب. انا كاعوذ بالله ما قلت، انا كاحمد نظيف الامين العام للنقابه الوطنيه المهنيه لموزعين الغاز بالمغرب، اليوم في هذه المدينه اللي كنحبوها جميع، عاصمه العلميه مدينه فاس، التواجد ديالنا اليوم كنقابه وكاحمد نظيف امين عام النقابه، هذا التواصل وهذا الاجتماع اليوم درنا على ود الغاله اللي كتعرفوا جميع، ديال المحروقات ديال المازوت اللي كنقولها بالدارجه المغربيه في البلاد. وحنا كموزعين الغاز بالمغرب يمكن قليل في المغاربه اللي كيعرفوا بان الموزع ديال الغاز عنده واحد هامش الربح اللي قنناته ليه الدوله، اللي ما تبدل شيء من 1973، وزادوا لهم واحد 50 درهم في 1978 الى ما خانتليش الذاكره. شحال كتبقى؟ 6 دراهم تقريبا في القرعه. الوغ تصور معايا الموزع كياخذ 6 درهم في القرعه ملي كانت المازوت تقريبا ب 4 دراهم. طلعت ل 5 ل 6 دراهم ل 7 دراهم كنقولوا. دابا راكم كتعرفوا جميع، يمكن انتم الا عندكم السيارات ديالكم راه غتقهروا، ماشي حتى خليمو اللي عنده لي كاميون، انت الا عندك سياره ولا غير موتور اللي كان كيدير ليسانس ب 8 درهم دابا غيديروه ب 16 درهم. الوغ لي كاميون ديال صحابين الغاز اللي كيخرج في الصباح، الا كان الكاميون كان كيستهلك 500 درهم في النهار، اليوم كيستهلك 1000 درهم في النهار وما كيصورهاش، ما كيصورهاش وما غاديش يصورها. ما غاديش نقول بان غير المازوت اللي تزاد، حتى لي بياس دو روشونج، لي بياس دو روشونج نمشيو حتى لبياس دو روشونج ديال لوكازيون. الاغلبيه ديال الموزعين كيمشي لا فيراي الا خسر ليه الموتور ديال الكاميو كيمشي كيشري الموتور ديال كومبلي في لا فيراي، كان الموتور ديال واحد الماركه بلا ما نسميها كتشري ب 25000 درهم 30000 درهم الموتور كومبلي، اليوم ما غاديش تاخذو ب 50000 درهم وما كاينش. عاد الزيت تزادت بواحد الثمن حتى مهوي، طوله الحديد باش كيصوب باش كينصوبوا لي كاروسري ديال لي كاميو، هذا لي كاميو براسو كان بواحد الثمن دابا ولا الدوبل. الوغ هذا الموزع كي بغيتيو كحنا كمواطن كمغاربه كموزعين نخدموا في هذا القطاع اللي الدوله ما دارت مع هذا الموزع حتى حاجه. الموزعين ما استفدوش بهذا الدعم اللي عطاتهم اللي عطات الدوله، ما استفدوش فيه الموزعين ديال الغاز. الوغ كاينين، انا عاود قلت انا كامين عام النقابه، الموزعين كيقولوا نديروا الاضراب، حتى الا ما داروش الاضراب راه الاضراب اللي غيديرهم، هذا قلتها ديجا في الصحافه في مدينه الرباط. الوغ كنوجه الرساله السي عزة خنوش رئيس الحكومة ورئيس أكبر شركة ديال المحروقات وديال الغاز في المغرب، يجلس مع هاد النقابة ويجلس مع الموزعين باش نلقاو شي حل اللي ترضي الجميع. حنا كموزعين ديال الغاز في المغرب ما كنقلبوش على شي حاجة لي امبوسيبل، حيت حنا في ستركتور دو بري عندنا مستودعين ماشي موزعين، ولكن حنا دابا كنديرو مستودعين وموزعين، ولكن حنا كنتخلصو غير الهامش ديال الربح اللي عطاتنا الدوله كموزعين. مستودعين كانوا الناس اللي قبل منا، وحنايا كنديرو موزعين ملي كانت المازوت، هذا غمضنا عينينا دابا ملي طلعت المازوت ما قدرناش مازال نديرو هذا التوزيع. الو كامين عام النقابه الوطنيه المهنيه اللي اول نقابه مهنيه ديال الغاز
دارت في المغرب هذه واحد عامين باش خدات الوصل ديالها تقريبا، اما كانوا الجمعيات ولكن دابا كاين النقابه. كانوا جا الرساله ديال السيد الرئيس الحكومه السي عزة خنوش يجلس معنا ويجلس مع الموزعين باش نلقاو شي حل اللي يرضي الجميع، اللي يرضي الحكومه كحكومه ديال السي عزة خنوش، يرضي الموزعين كموزعين اللي البروبار ديالهم تابعين للسي عزة خنوش حيت كيوزعوا ليه الغاز ديالو، وكموزعين ديال الشركات اخرين اللي كيمثلوا الشركات اخرين ديال المغرب. سي احمد فرضوا السيد الوزير الحكومه رفض يجلس معكم على طاوله الحوار، شي اشكال تصعيديه اللي يمكن لكم تقوموا بها؟ الا السيد الحكومه رفض باش يجلس معنا على طاول الحوار بلا ما نقولها راكم عارفين شنو هي. قولها للراي العام. ما حنا ما غاديش، قلت لك الا اللي ضرب حنا كموزعين، الا ما درناش اللي ضرب غيديرنا، اللي ضرب اللي غادي يديرنا، نقدروا اونتر كيمي نديروا توقف، نوقفوا على التوزيع، ولكن الديبويات ديالنا يقدروا يكونوا محلولين باش اللي بغى الغاز يجي ياخذوا من الديبو. دابا المواطن يجي عندكم الديبو ياخذ، يكون الديبو محلول ويجي ياخذ الغاز، ولكن هذا في اخر مرحله. نعم، شنو الزيادات اللي تزادت بالنسبه للمحروقات اثرت بشكل كبير انتم عليكم كموزعين في المغرب؟ شحال النسبه اللي تزادت عندكم انتم ديال لي فري بالنسبه لي شارج اللي ولات عندكم قبل مع مقارنه مع دابا؟ تزادت علينا 200%، ماشي نقول لك 100%، 200%. المازوت قلت لك شحال هذه كانت كدير 4 دراهم، 5 دراهم دابا كدير 15 درهم. وانت اش كتقول دابا انه الا بقات الوضعيه الراهنه بحال اللي سمعت كانوا قبل كتقول بانك في طريق كاين شي وحده في طريق الافلاس؟ في طريق الافلاس. كيفاش؟ في طريق الافلاس غيوقفوا، حيت الناس دابا باش ما عندهم باش يخلصوا، حتى الغاز اللي غايجيبوه من عند الشركه ما عندوش باش يخلصوه، مول ستاسيون ما عندوش باش يخلصوه. ما تنساش بان دابا حنا الموزعين كاين كيتساليه مول ستاسيون، كيتسالوا ليه الخدامه، كاين اللي كتساليه الشركه باش غيسدد هاد الديون ديالو. واش انت كصحفي كيتسالك خدام اللي كتربح اللي كتخسر اكثر من اللي غتربح؟ واش ما يمكنش تزيد القدام؟ يكون غير جبنا التعادل حتى نشوفوا فين غاديه الحاله ديال المازوت وهاد لي شارج اللي تزادوا نقدروا، ولكن راه دابا حنا من شهر 12 جو بونس ولا من شهر 10 وهي طالعه، وحنا الهامش الربح ديال سي بحالك كيقولوا بالعربيه تعربت من مقصي القرع سي دمو. الاجتماع ديالكم دابا حاليا شنو الرساله اللي باغي توجهوها؟ الرساله الاجتماع ديالنا اليوم، الرساله قلت لك كنوجهوها للرئيس الحكومه وكالوزاره الوصيه الانتقال الطاقي، يديروا الحل معنا ومع الموزعين ديال الغاز في المغرب قبل ما يتفلسوا كاملين، راهو ما غاديين في الفلس. وغياب رئيس الجمعيه اللي اقدم جمعيه في المغرب، الغياب ديالها واش كيعطي شي تساؤلات اخرى؟ هي كتبقى ديما جمعيه، دابا كتهضر مع النقابه، حيت النقابه اللي عندها في القانون ديالها باش تدافع على المهنه وعلى المهنيين. الجمعيه راه ديما كتبقى جمعيه. عدم الحضور ديالو شنو؟ عدم الحضور ديالو ما نقدرش نجاوب عليه، حنا هذا عرضنا عليه وراكم شتيو بلاصتو خاويه، الغايب حجتو معاه ما نقدرش. هذا هادشي اللي نقدر نقول على الرئيس ديال هذا اللقاء. التواصل المخرجات باقي ما كملش الاجتماع، ولكن ان شاء الله يكون المخرجات اللي غترضي الموزعين ككل. وجو بونس ما غاديش نديروا البرد في الدوله، حنا مغاربه الا درنا شي حاجه اللي غتقيس بلادنا راه حتى حنا نتقاسوا، ولكن عاوتاني تخليني باش نتقاس غير بوحدي، نموت غير انا بوحدي، ما يمكنش. بصح حنا كاين مواطنين اللي كيتسائلوا على الكميه اللي كتكون الغاز في البلدان. الكميه ديال الغاز القرعه كيكون فيها 12 كيلو ديال الغاز و12 كيلو ديال الحديد، وفي لي سونتر دو امبليساج كيتعمر داك الشيء اوتوماتيكمون، الا خصها غير 100 غرام كدوز ما كطيحش. هذا الشيء المواطن غير 12 كيلو فيها، هذا ما بدون يعني بالمجموع 24 كيلو. 24 كيلو حيت كاين 24 ديال الحديد و 24 ديال الماء. هي 24 كبيره؟ هي لا ديال 12 كيلو. ديال 12 كيلو حيت كبيره هي البروبان، ولكن هي ما فيهاش الدعم. بالنسبه للمواطنين كاين اللي خايف كيقول ربما يكون حتى زياده في البوطه في الايام المقبله. لا الزياده هي البوطه نورمالمون المواطن المغربي خصو يخلصها ب 130 درهم قانونيا، ولكن الدوله
في الدعم الدولة كتحمل 90 درهم في القرعة والمواطن كيخلص 40. الى حيدات الدولة الدعم ديال 90 درهم المواطن غيخلصها ب 130 درهم. شكرا. لا غير هو الله يرحم الوالدين دابا غيخرجوا شي توصيات حاليا، شي توصيات ولا شي قرار للرأي العام ولا شي حاجة. الى خرجنا بالتوصيات انا معكم نعطيكم التوصيات حيت مازال حنا في الاجتماع. شكرا. الله يعطيكم الخير.